بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، قال: معرفة أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وقلنا إن أصول الفقه باعتبار كونها علما إما أن تطلق بإزاء المعلومات، وإما أن تطلق بإزاء الإدراك والملكات. فإن أطلقناها بإزاء المعلومات قلنا أصول الفقه دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. وإن أطلقناها بإزاء الإدراك أي الملكات فإنها تعرف حينئذ بالمعرفة أو العلم. وقلنا بأن هذا ليس خلافا، يعني من عرف أصول الفقه تارة بالمعرفة وعرفها تارة بدلائل الفقه إجمالا، قلنا هاتان نظرتان من جهتين مختلفتين، وحررنا الكلام في ذلك. وهنا الإمام البيضاوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عرف أصول الفقه باعتبار كونها إدراك، باعتبار الإدراك، باعتبار الملكات، لا باعتبار المعلومات والقواعد الكليات. ولذلك قال معرفة، لأن المعرفة هي إدراك، والإدراك يحتاج إلى مدرك. معرفة، والمعرفة يقولون هي عبارة عن قدر مشترك بين العلوم كلها، لأن العلوم بأسرها إن أردت أن تدرك قدرا بينها وجدت أن القدر الذي يجمع تلك العلوم المعرفة. فعلى سبيل المثال الفقه معرفة باعتبار الإدراك، والنحو معرفة، والأصول معرفة، والفقه معرفة. فالمعرفة قدر مشترك يجمع سائر الفنون وسائر العلوم، لأن ما من علم أردت أن تعرفه باعتبار الإدراك إلا وأنت تقول معرفة. فالمعرفة جنس في التعريف وقدر مشترك بين سائر الفنون والعلوم. والمعرفة هنا قالوا هي بمعنى العلم، فالمعرفة هي العلم والعلم هو المعرفة. وهناك من فرق بينهما وله في فرقه وجه، إلا أنهم قالوا العلم والمعرفة هنا في هذا التعريف مترادفان. أما مطلقا، أما يعني خارج هذا، قالوا العلم والمعرفة مترادفان على رأي، وقيل متباينان. لماذا؟ قالوا لأن العلم لا يسبق بجهل والمعرفة تسبق بجهل، والمعرفة تتعلق بالتصورات والعلم يتعلق بالتصديقات، وكلام بقى وفروق أخرى بينهما.
إلا أن المقصود هنا في هذا التعريف هو أن العلم والمعرفة سيان، والمراد بهما هنا سواء قلنا العلم بأدلة الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة وحال المستفيد، أو قلنا معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة وحال المستفيد، سواء عرفنا بالعلم أو عرفنا به المعرفة، المراد الاعتقاد. الاعتقاد يعني إيه بقى؟ الاعتقاد ده عمل القلب وليس فكر، ده عمل القلب. اعتقدت في الشيء، يعني إيه بقى اعتقدت في الشيء؟ يعني جعلته عقيدة لي، يعني أنا كأنني صدقته بقلبي وعقدته في قلبي. عارف العقدة؟ يبقى الاعتقاد جاي منين؟ من العقدة، هو أنك يعني جعلته عقيدة، بمعنى أنك اتخذته بقلبك وأيقنته بقلبك، وكأنك بعد ذلك ربطته فيه فلا ينفك ولا ينحل. فالاعتقاد الجازم، الاعتقاد الجازم يعني إيه؟ يعني اليقيني الذي لا يساوره شك، المطابق يعني الموافق والمماثل لما في الخارج. يبقى ما في القلب مطابق وموافق ومماثل لما في الخارج أو لما عند الله سبحانه وتعالى سيان. المطابق للواقع عن دليل، هكذا يقولون. وقيل العلم هو الملكة، الملكة التي من خلالها تدرك الجزئيات، مثل ملكة الصناعات. واحد صنايعي بيعرف يفصل الملابس، الصنعة دي والترزية اللي جواه دي، ده ملكة. وهذه الملكة مبدأ لحصول الجزئيات، ولذلك قالوا الملكة التي هي مبدأ تفاصيل القواعد. والقواعد هي القضايا الكلية، زي الأمور بمقاصدها، دي قضية كلية. قضية يعني يعني جملة مقضي فيها ومحكوم عليها، كلية لأنها يعني ينطبق ويدخل تحتها ما لا ينحصر من الأفراد. هذه القضية من خلال معرفتنا بها نعرف أحكام جزئياتها. الأمور بمقاصدها، فنيجي نصلي الله أكبر فننوي، يبقى الأمور بمقاصدها، يبقى عرفنا أن الأمور وأن الأشياء متعلقة ومنوطة بالمقاصد والنوايا. يعني اختصار لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات. طيب، فدخل في قولنا معرفة جميع الأشياء. يبقى عندما نقول معرفة يبقى دخل فيها الأصول، دخل فيها الفقه، دخل فيها التجويد، وهكذا. ثم أضاف المعرفة إلى الأمور الثلاثة اللي هي إيه؟ اللي هي دلائل الفقه إجمالا، ومعرفة كيفية الاستفادة، ومعرفة حال المستفيد. يبقى دي هي دي الثلاثة، ثلاثة إيه؟ ثلاثة معارف، لأن أصول الفقه تشتمل على ثلاثة معارف: معرفة أدلة الفقه إجمالا، معرفة كيفية الاستفادة منها، معرفة حال المستفيد منها. يبقى هذه هي المعارف الثلاثة المتعلقة بأصول الفقه. وبهذه الإضافة يخرج سائر العلوم،
لأن أصول الفقه معرفة الدلائل الإجمالية. الفقه ليس كذلك، الفقه معرفة أو الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وليس الفقه علما بالأدلة الكلية، وليس علما بكيفية الاستفادة منها، وليس علما بحال المستفيد منها. أمال إيه؟ لا، ده معرفة أخرى متعلقة بالأحكام التي طريقها الاجتهاد عند إمام الحرمين. أنت معنا؟ طيب، بنصحصح بس حبايبنا، المصريين يقول لك بندحرج المسا. وقوله دلائل، يبقى معرفته، خلاص عرفنا من المعرفة، يبقى المعرفة يا مشايخ الاعتقاد الجازم المطابق، وبعضهم يقول لك عن دليل عشان يخرج التقليد، وبعضهم يقول لك لا مطلقا حتى يدخل علم وإدراكات المقلد. قال دلائل الفقه، يعني هنا إضافة معرفة إلى دلائل يقولون عنها بأنها تفيد الاستغراق، يبقى معرفة كل دلائل الفقه. كل دلائل الفقه الايه؟ الإجمالية، ومن ضمنها قول الصحابي عندما انقلب حجيته، لأنه دليل من الأدلة الإجمالية. معرفة دلائل الفقه قالوا تفيد الاستغراق، أي معرفة جميع أدلة الفقه على وجه الإجمال. احنا ماشيين مع بعض واحدة واحدة عشان يعني من أجل أن نتقن ما نقرأ. فخرج به معرفة بعض دلائل الفقه، فإن العارف به يعني بهذه الدلائل الفقهية لا يكون أصوليا. يعني أنا مثلا على سبيل المثال عرفت دليل إباحة السلم، ده دليل جزئي، إذا تداينتم بدين ومن أسلم فليسلم في شيء معلوم، وعرفت أيضا دليل يعني جواز الرهن فرهان مقبوضة، عرفت هذه الأدلة الجزئية، فمعرفتي بهذه الأدلة الجزئية لا تجعلني أصوليا، وإنما تجعلني في باب آخر وهو باب الفقه. فخرج به أي بهذا القيد معرفة بعض دلائل الفقه، فإن العارف به أي بهذا البعض لا يكون أصوليا. ما هيبقى ايه؟ هيبقى ينسب الى الفن الذي تعلقت به هذه الأدلة. هي الأدلة ديت أدلة ايه؟ اصول ولا أدلة فقه ولا أدلة كذا ولا كذا وهكذا. ودلائل الفقه ما هي؟ هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها، غيرها من الأدلة المختلف إيه؟ مختلف فيها، وما دام مختلف فيها تبقاش قطعية، فيبقى حضرتك لما تيجي تعرف برضك يأتي نفس السؤال على أصول الفقه، إن بعض أدلة أصول الفقه ظنية وبعضها قطعي، فينبغي أن تأتي بتعريف بقدر مشترك يشمل هذا ويشمل هذا. ده بقى من صناعة التعاريف. وغيرها مما اختلف في حجيته كالاستصحاب والاستحسان. وسيأتي الكلام على الاستصحاب والاستحسان في محله إن شاء الله تعالى.
قوله إجمالا يبقى معرفة دلائل الفقه إجمالا، معرفة إجمالا. طب هي لو صفة للمعرفة مش كانت بقت مؤنثة زيها؟ لأن هذه معرفة تبقى إيه؟ تبقى مؤنثة. يبقى معرفة دلائل الفقه الإجمالية، مش تقول لي إجمال إجمال هذا إجمال. ده إجمال يبقى مذكر، يبقى ما ينفعش تبقى صفة. لماذا؟ لأن الصفة تطابق الموصوف. فلما تقول إيه؟ إجمالية، يبقى كده صح، يبقى بقت صفة، المعرفة الإجمالية. فعشان كده من أجل هذا قالوا لا يصح أن نقول بأن إجمالا صفة للمعرفة. فقالوا هي منصوب منصوبة على المصدر، وده اللي قالوا التقي السبكي في الإبهاج، قال إن هي منصوبة على الإيه؟ على المصدر. لا، في الإبهاج مش منصوبة على المصدر، في الإبهاج قال هي نعت لمصدر محذوف، يعني هي نعت مش ليست نعتا للمعرفة، وإنما هي نعت لمصدر محذوف. المصدر ده إيه؟ تقديره إيه يا مولانا الإمام تقي السبكي؟ قال عرفانا إجمالا. يبقى إجمالا صفة لعرفانا، يبقى عرفانا إجمالا. وقيل على التمييز، حتى قال بعضهم إعرابه تمييز أقوى، لأنه هو بيبين الجهة، معرفة الأدلة، جهة المعرفة إجمالية ولا تفصيلية؟ ما هي غير واضحة، لكن لما قال معرفة إجمالا بيّنت النسبة. نسبة إيه؟ نسبة المعرفة للأدلة، لأن المعرفة التي تنسب للأدلة قد تتعدد، قد تكون على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل. فلما قال بعد ذلك إجمالا حدد النسبة وحدد الجهة التي وقعت عليها المعرفة، أن هذه الجهة هي الجهة الإجمالية. بيبين يقول لك جهة الإضافة، دلائل الفقه، يعني الدلائل المنسوبة إلى الفقه، معرفة دلائل الفقه، يعني الدلائل المنسوبة إلى الفقه التي هي على سبيل الإجمال. كقولك هذا أخوك، تقول له إيه بقى؟ نسبا أم رضاعا؟ تقول له هذا أخوك نسبا، يبقى نسبا دي تمييز، لأنها بيّنت ووضحت جهة الأخوة. أو تقول نسبا أو تقول رضاعا، وهكذا. الكلام ده في الإبهاج. وفائدته التوضيح والتبيين، يعني هو لما أتى بلفظة إجمالا حتى يوضح معرفة الأدلة، وضح لي هي إيه بقى، يعني وضح لي جهتها، وضح لي وضعها، هل هي إجمالية أم معرفة تفصيلية. أي أصول الفقه عبارة عن معرفة جميع دلائل الفقه معرفة إجمال، يعني معرفة حاصلة على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، أي معرفة إجمالية. المعنى يعني إيه؟ يعني معرفة إجمالية. يعني لا يشترط في من يسمى أصوليا أن يكون عارفا وعالما بجميع الدلائل التفصيلية مستحضرا لها، لأنه لا علاقة له بهذا، بل لا بد وأن يكون عارفا معرفة إجمالية يتمكن بها من استنباط الأحكام إذا رجع إليها. يعني خلي بالك أن أصول الفقه دي هي الأداة
التي تعين المجتهد على استثمار الأحكام. يعني استثمار الأحكام؟ يعني استخراج الأحكام من الأدلة التفصيلية. وقيل في حل العبارة اللي هو معرفة دلائل الفقه إجمالا، أي أصول الفقه عبارة عن معرفة دلائل الفقه من جهة الإجمال لا من جهة التفصيل، والمعنيين واحد. ووظيفة الأصولي أن يبين أن ظاهر الأمر للوجوب مثلا، بين لي بقى القاعدة الكلية في الأمر، هل هو للوجوب أم للندب، وظاهر النهي هل هو للتحريم أم للكراهة، وبين لي أن خبر الواحد يفيد الظن أو يفيد القطع، وأن المتواتر يفيد القطع أم لا، وغير ذلك من الأمور الكلية. ولا يتعرض لتعيين المسائل، ملوش دعوة بتعيين المسائل، هو أنه خبر مطلق الأخبار تفيد الظن، وأنه متواتر، أي متواتر على وجه التحديد؟ لا، هو بيتكلم على المتواتر من حيث هو متواتر، لا علاقة له بالجزئيات. طيب هنا بقى في مشكلة أخرى في كلمة جمع دلائل. جمع دلائل دي لوحدها مشكلة. قوله دلائل قيل جمع دليل، وبعضهم اعترض، دلائل هي وزنها ايه؟ فعائل، تجمع على ايه؟ جمع الفعيل، فعيل وفعائل. قالوا ده نادر ان يجمع فعيل على فعائل، ولكن ابن مالك اجاز هذا وقالوا دلائل جمع دليل، كما جمعوا وصيدا على وصائد، وصيد فعيل، دليل فعيل، يبقى جمعوا دلائل من دليل، كما جمعوا وصائد من وصيد، وسلائل من سليل، لها أفراده، حكاه أبو حيان في الارتشاف، يبقى خليك واضع كده، كما حكاه أبو حيان في الارتشاف، ارتشاف الضرب، لا ارتشاف الضرب، لأن الضرب ده هو العسل. عندي في أربعة ليه إيه؟ وصائد، وصيد ووصائد، وصيد ووصائد، وسليل وسلائل، حكاه أبو حيان في الارتشاف. يعني أبو حيان، وأبو حيان ده إمام من الأئمة في قوة الإمام مالك، وألف كتاب الارتشاف الضرب، ده حاجة من بدائع ما ألف في علم النحو، وشرح التسهيل لابن مالك، وشرح الألفية لابن مالك، وله كتاب البحر المحيط من أعاجيب كتب التفسير، وظهرت صنعته النحوية وصياغته وتعبيراته في هذا الكتاب، فهو عميق. ويجوز أن يكون جمع دلالة، يعني دلائل تجمع على دليل، يجمع على دلائل، ودلالة تجمع على دلائل. ويجوز أن تكون جمع دلالة كرسالة. والمشهور أن جمع دليل أدلة، يبقى دليل يجمع على المشهور إيه؟ أن يجمع دليل على أدلة، لا أن يجمع دليل على دلائل. فجمع دليل على دلائل خلاف المشهور لكنه جائز. فالإمام البيضاوي جمع دليل على دلائل على غير المشهور، ولا مانع من هذا. والدليل فعيل،
بمعنى فاعل، فاعل من الدلالة. يبقى لما تقول دليل فعيل يعني هادي، يبقى الدليل منين؟ ها، فعيل، والفعيل ده بمعنى ايه؟ تأتي بمعنى مفعول وتأتي بمعنى فاعل، إلا أنه هنا أرادوا بها معنى الفاعلية لا معنى المفعولية، وهي أعم من الإرشاد والهداية. الدلالة أعم من دلالة الإرشاد ودلالة الهداية ودلالة التوفيق وإلى آخره. طب والدليل عند الأصوليين ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. ما يمكن، وسنأتي إن شاء الله سنشرح فيه يعني المصطلحات التي يذكرها الإمام البيضاوي، سنشرح هذا إن شاء الله تعالى. يبقى خدنا إيه؟ دلائل، إما أن تكون جمع إيه؟ جمع دليل. قيل هي جمع دليل، والأصح إن دلائل، دليل يجمع على أدلة لا على دلائل، ده المشهور. في عندك توجيه الأسنوي؟ الأسنوي هو ما تكلمش في هذا، اللي فصل في هذا وكتب فيه كلاما طويلا الشيخ بخيت، هو اللي ذكر الكلام اللي أنا بقوله ده. بعد ذلك قال: وحال المستفيد، أي أصول الفقه معرفة دلائل الفقه على سبيل الإجمال، هي المعرفة الأولى، ومعرفة كيفية استفادة الأحكام من تلك الدلائل بالطرق المخصوصة، ومعرفة حال المستفيد من كونه مجتهدا أو مقلدا. يبقى حال المستفيد إيه هو بقى؟ يعني حال الذي يستفيد الأحكام من تلك الأدلة بالطرق المخصوصة، اللي هو بيتكلموا فيه على كيفية التعامل مع الأدلة عند تعارضها، واستخدام الأدوات التي تفك التعارض. يبقى وكيفية الاستفادة منها، أي كيفية الاستفادة من الأدلة التفصيلية عند تعارضها، بأن يستعمل المجتهد القواعد التي تفك التعارض. يبقى انصرف من الكلام على الأدلة الكلية وتكلم بعد ذلك على الأدلة التفصيلية، لا لذاتها وإنما لكيفية التعامل معها عند حصول تعارض بينها. وهيعقد لذلك باب كبير اسمه باب التعارض والتراجيح، وذلك يرجع إلى معرفة شرائط الاستدلال. يعني اللي هو بيتكلم وحال المستفيد يعني ايه؟ كانه قال معرفة شرائط الاستدلال كتقديم النص على الظاهر. انا عندي حاجة اسمها نص وحاجة اسمها ظاهر، عندما يتعارضان اقدم النص على الظاهر، وسيأتي في محله الكلام على النص وعلى الظاهر وعلى سبب تقديم النص على الظاهر. فلا بد من معرفة تعارض الأدلة ومعرفة الترجيح. وجعل وجعل من أصول الفقه، يعني لما هنا السؤال، لماذا جعل التعارض والتراجيح وكيفية فكها من أصول الفقه؟ قال: لأن المقصود من معرفة أدلة الفقه الاستنباط. يعني هو حضرتك سؤال عندك هحله لك أنا بطريقة بسيطة، هو ما الفائدة من معرفة أدلة الفقه إجمالا؟ إني أنا أستنبط الأحكام من الأدلة الجزئية، وليس المراد من معرفة أصول أو من أدلة الفقه إجمالا هو معرفتها في ذاتها،
وإنما معرفتها في أجزائها. لما أقول لك مثلا الإجماع حج، إيه الفائدة من معرفة أن الإجماع حجة؟ هذا فائدته تظهر في الجزئيات. الإجماع مثلا الفلاني أو الإجماع الفلاني أو الإجماع العلاني يبقى حج. فالفائدة من معرفة أدلة الفقه استنباط الأحكام. يبقى فائدة معرفة الكل هو استفادة واستنباط الأحكام في الجزء، وهذا الجزء عند التعامل معه لكونه ظنيا من حيث الدلالة في بعضها ومن حيث الثبوت في بعضها قطعا يحدث بينه خلاف، فلا بد، لأن الظن تتعارض، فلا بد حينئذ من وضع قواعد كلية للتعامل مع تلك الجزئيات الظنية والخروج من أزمة التعارض حتى نستفيد ونستنبط الأدلة من جزئياتها، لأن هو ده الهدف. الهدف من هذه الكليات هو الوصول إلى الجزئيات. طب تلك الجزئيات قد تكون ظنية، فكيف نتعامل مع ذلك الظن عند تعارضه؟ ومن شأن الظنون أن تتعارض، فتأتي تلك القواعد الكلية تحكم على كيفية التعامل مع تلك الجزئيات عند اصطدامها. فلا بد من معرفة تعارض الأدلة ومعرفة الترجيح، وجعل من أصول الفقه، لأن المقصود من معرفة أدلة الفقه استنباط الأحكام، واستنباط الأحكام متوقف على التعارض والترجيح. لماذا؟ لأن الأدلة ظنية، والظن من شأنه أن يقع تعارض مع الظني في مقابلته. طيب ده السؤال، لما يجي يقول لك بقى لماذا جعل كيفية الاستفادة منها من قبيل أو من أصول الفقه، تقول له تعالى بقى، ده الأدلة الكلية ديت الفائدة في معرفتها هو معرفة جزئياتها، وتلك الجزئيات يقع بينها التعارض، وإذا وقع التعارض وهكذا. تقول له بقى الطريحة أو الجواب اللي أنا قلته من شوي، يعني منذ قليل. طيب السؤال هنا بقى، ما المراد من معرفة دلائل الفقه؟ قال المراد هو معرفة الصفات العارضة لتلك الأدلة، لا معرفتها في ذاتها. يعني ما عرفش مثلا أن الكتاب حجة، يعني إيه بقى يعني كتاب حجة؟ يعني إيه معرفة أدلة الفقه؟ هل معرفة تعريف الأدلة، تعريف الكتاب، تعريف السنة، تعريف الإجماع، تعريف القياس؟ قال لا، ده معرفة دلائل الفقه، إن أنت تعرف الأوصاف العارضة لتلك الأدلة. إيه هي بقى ما يعرض للأدلة؟ الذي يعرض للأدلة الحجية، يعني الذي يعرض للكتاب أنه حجة أو ليس بحجة، أو الذي يعرض للسنة أنها حجة أو ليست بحجة. يبقى عندما نتكلم على معرفة أدلة الفقه إجمالا، نقصد من ذلك معرفة أحوال تلك الأدلة، أي الصفات العارضة لتلك الأدلة، ككون مثلا الكتاب عام أو الكتاب خاص. هذه العمومية والخصوصية عبارة عن أحوال عارضة لدلائل الكتاب والسنة، والإطلاق والتقييد صفات عارضة لدلائل الكتاب والسنة، النسخ والمنسوخ أوصاف عارضة لدلائل الكتاب والسنة، الأمر والنهي عبارة عن أوصاف عارضة لنصوص الكتاب والسنة أو لأدلة الكتاب والسنة، والقطعية والظنية أيضا من الأوصاف العارضة للكتاب والسنة، تعرض للكتاب من حيث المفهوم، من حيث الدلالة لا من حيث الثبوت، وتعرض للسنة من الحيثيتين.
وإما أن تكون جلية وإما أن تكون خفية وغير ذلك من مسائل أصول الفقه. وهنا تكلم، طيب احنا قلنا ايه بقى وحال المستفيد؟ يبقى احنا قلنا كيفية الاستفادة وكمان حال الايه؟ حال المستفيد. يعني المستفيد ده مين؟ المجتهد. ما هو خلي بالك بقى، مش انت بتقول معرفة أدلة الفقه اجمالا وكيفية الاستفادة منها؟ كيفية الاستفادة عرفناها. طب وحال المستفيد؟ ما هو كيفية الاستفادة هذه ليست الاستفادة لأي أحد، وإنما هناك استفادة لها مواصفات معينة لمن يقوم بها، ولذلك ذكروا تلك المواصفات. وكأن سائلا سأله وقال ومن المستفيد؟ ذكرت الاستفادة، فمن المستفيد؟ قال المستفيد تارة يكون المقلد وتارة يكون المجتهد. طيب كلام جميل. يبقى عرفنا وكيفية وحال المستفيد. يعني ايه حال المستفيد؟ يعني حال الشخص الذي تحصل له الإفادة من كونه مقلدا أو كونه مجتهدا. وتكلموا هنا على مبادئ كل علم، فتكلموا أولا على موضوع أصول الفقه ومسائل أصول الفقه. واعلم أن لكل علم موضوعا ومسائل ومبادئ. كل علم نحو صرف أصول فقه تفسير له موضوع ومسائل ومبادئ، ثلاث حاجات. كل علم له إيه؟ موضوع، مسائل، مبادئ. طب ما هو الموضوع؟ موضوع العلم إيه؟ قالوا ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. نقولها تاني، ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. والعوارض الذاتية ما يعني شيء يبحث. البحث عبارة عن الايه؟ عن التنقيب والتفتيش. اقول لك مثلا بحثت عن الكتاب. البحث عن الكتاب معناه اني انا قلبت المكتبة ونظرت فيه هنا في هذا الرف والرف الثاني والثالث الى ان وصلت الى الكتاب. فعملية البحث فيها تفتيش، فيها تنقيب، فيها تقليب. فيه أي في هذا الشيء. يبقى ما نكر بمعنى شيء، يبحث يعني يفتش. فيه أي في هذا الشيء عن عوارضه. عوارض جمع إيه؟ جمع عارض. والعارض يعني ما يلحق الشيء إما لذاته وإما لجزئه. يبقى فهمنا ايه موضوع كل علم؟ ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. يعني ايه بقى عوارضه الذاتية؟ قالوا ما يلحق الشيء لذاته، يعني بسبب ذاته. الانسان على سبيل المثال يلحقه التعجب. انا كده انسان واتصف بالتعجب، والتعجب يلحقني. لماذا؟ لانني حيوان ناطق، فلحقني التعجب بسبب ذاتي. الضحك خاصة وصفة عارضة للإنسان بسبب ذاته، بسبب أنه حيوان ناطق. الصاهلية تعرض للفرس باعتبار أنه حيوان صاهل، وهكذا. يبقى العوارض الذاتية يعني ما يلحق الشيء بسبب ذاته. مثل التعجب بالنسبة للإنسان يلحق الإنسان بسبب أنه حيوان ناطق، لا بسبب شيء آخر. أو تعرضه للشيء لجزئه، يعني إما بسبب ذاته حقيقته، يعني أنه حيوان ناطق على سبيل المثال، وإما لجزئه كالمشي. المشي يلحق الإنسان بسبب إيه؟
انه حيوان ولا انه حيوان ناطق؟ لا، بسبب انه حيوان. ولذلك اتصف غير الانسان بالمشي. الكلب ما هو بيمشي لانه حيوان. يبقى هذه الصفه لحقت هذا الحيوان بسبب جزء ماهيته وهي الحيوانيه. ولذلك تجد الحيوان، الفرس، الهره، الكلب، القطه، ما القطه والهره واحد، يتصفون بالمشي بسبب ايه؟ بسبب انهم حيوانات. او يلحق الشيء لا لذاته ولا لجزئه، ولكن لشيء يساويه. كالضحك، هو الضحك انا قلت ان هو يلحق الانسان لذاته، لا، لما يساويه. اللاحق له لا بسبب ذاته وانما بسبب تعجبه. يبقى الانسان يتصف بالضحك، لماذا؟ لانه بيتعجب. ما هو الضحك ده ناشئ عن تعجب. يبقى الضحك لحق الانسان لشيء متصل به وهو التعجب. فهذه الثلاثه اعراض ذاتيه. جميل. يبقى العرض الذاتي اللي هو ايه؟ العرض الذاتي ما يلحق الشيء لذاته او لجزئه او لشيء مرتبط بجزئه مساوي له او لامر يساوي ذلك الجزء. ما هو الضحك مساوي للتعجب. الضحك مساوي للتعجب. طب اصول الفقه بقى موضوعها ايه؟ قالوا موضوع اصول الفقه الادله. لا مطلق الادله، ولكن باعتبار ما يلحق لهذه الادله من صفات وعوارض. وضحت؟ يبقى موضوع كل فن ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وليقصد بالعوارض الذاتية ما يلحق الإنسان لذاته أو لجزئه أو لشيء يساويه. اللي احنا قلنا عليها من شوية، التعجب. التعجب يلحق الإنسان لكونه حيوان ناطق لذاته. لا، هو الضحك ناشئ من التعجب، ولا يلحق الضحك الإنسان لكونه حيوان ناطق، ده يلحق الإنسان لكونه متعجب. الإيه؟ الخاصة للإنسان مالها؟ الإنسان والمشي العامة، يعني في حيوان كالحصان. طيب ماشي، ما احنا بنقول اهو ان هو في عرض عام وفي عرض خاص. العرض العام اللي هو بيلحق الإنسان وغير الإنسان، زي المشي. المشي ده عرض عام لأنه يتصف به الإنسان ويتصف به الحيوان. ولذلك المشي يلحق الإنسان لحيوانيته لا لفصله، لجنسه لا لفصله، بخلاف مثلا التعجب. لا، ده التعجب يلحق الإنسان لذاته لكونه حيوان ناطق، خاصية الحيوان الناطق. ولذلك لا يتصف بها الفرس. لماذا؟ لأنها ثبتت للحيوان الناطق، معه لمفهوم الحيوان الناطق، لا لمفهوم الحيوان ولا لمفهوم الناطق، وإنما لهما معا. يبقى الضحك ثبت للإنسان بسبب ذاته لا باعتبار شيء آخر. طب وما ثبت الإنسان لجزئه؟ والله ما ثبت الإنسان لجزئه كالمشي. طب وما ثبت للإنسان بسبب أمر يساويه؟ الضحك ثبت للإنسان لأنه متعجب، والتعجب ده يساوي الإنسان. ليه؟ لأن هو ذاته يساوي الذات اللي هو الحيوان الناطق.
انت عايز تقول ايه؟ انا عمال اقول حاجه وشايف ان انت لك سؤال تاني في حته بعيده غير اللي انا عايز اقوله. ماشي، في عرض عام وفي عرض خاص. ماله بقى العرض العام وماله العرض الخاص؟ ماشي ماشي، عرض عام. ماشي، عرض عام يعني ايه؟ يعني يلحق الشيء لجنسه لا لفصله. ماشي، طيب كويس، انت فاهم معاه. قال ومسائله، يبقى ما هي او ما هو موضوع اصول الفقه يا اولاد؟ تقول لي موضوع اصول الفقه ادلة الفقه الإجمالية من حيث ما يثبت لها. فموضوع أصول الفقه الأمر للوجوب، الأمر من حيث كونه للوجوب، والكتاب القرآن يعني من حيث إنه حجة، والسنة من حيث إنها حجة، والقياس من حيث إنه حجة، والعام من حيث إنه يخصص بكذا وكذا إلى آخره. يبقى موضوع أصول الفقه أدلة الفقه الإجمالية السمعية من حيث ما يثبت لها. طب مسائله، قالوا مسائل كل علم مطالبه الجزئية، اللي هي جزئياته بقى. يبقى مسائله يعني إيه؟ يعني جزئياته التي يطلب إثباتها فيه، كمسائل العبادات ومسائل المعاملات زي الوتر مندوب ونحوها للفقه، ومسائل الأمر والنهي، يعني مثلا الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والعام يخصص، لكن الـ 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 الموضوع لا، ده الموضوع ده هو الأدلة. طب المسألة بقى اللي هي بقى المجموع ذلك الجزئي، إنه أقيموا الصلاة حجة، بلك حجية أقيموا الصلاة وحجية ذلك الحديث أو تلك الآية إلى آخره. ومسائل كل علم مطالبه الجزئية التي يطلب إثباتها فيه، في هذا العلم يعني، كما ذكرنا لكم كمسائل العبادات والمعاملات، ده بالنسبة للفقه، التي يطلب إثباتها فيه. يعني تقول مثلا الوتر مندوب، فندبية الوتر دي مسألة، ومشروعية السلم مسألة، ومشروعية الرهن مسألة، وعدم جواز انتفاع المرتهن بالرهن دي مسألة. ليه؟ لأن ده مطلب جزئي، يعني شيء يطلب ولكنه معدود من قبيل الجزئيات لا من قبيل الكليات. بعد كده قال ومسائله ما يطلب في ذلك العلم بالدليل، يعني هي عبارة عن ما يطلب، يعني شيء يطلب إقامة الدليل عليه في العلم. بعضهم بيقول كده، لكن أنا أصلا بدأت أغير المسلك لحسن، احنا بنشرح تبص لقى الطلبة جايبين الاسناوي، فظن ان انا بشرح من الاسناوي، اقوم جايب له كتاب بعيد عن الاسناوي، عبارة بعيد عن الاسناوي. ولذلك الشيخ الباجوري بيقول لك مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم بالدليل، يبرهن يعني يقام عليه البرهان في العلم، هات بقى ادلته، هات تعاليله، هات وهكذا. طيب قال ومبادئه، ايه بقى مبادئ بقى؟ ايه يعني مبادئ؟ قالوا مبادئ يعني ما يبنى او ما تبنى مسائله عليه. هو مسائله مبنية على ايه؟ ايه مبادئه؟ القماشة اللي معمول منها، اي تصورات وتصديقات، يبقى هي عبارة عن تصورات وتصديقات.
فالتصورات هي تصور موضوع ذلك العلم وأجزاء الموضوع وجزئياته وأعراضه الذاتية، والتصديقات هي المقدمات المسلمة التي تؤلف منها دلائل ذلك العلم أو ينتهي إليها دلائله، وقد تطلق المبادئ على معنى آخر أعم من هذا المعنى، وهو ما يتوقف عليه الشروع في ذلك العلم أو البحث عن مسائله بواسطة أو غير واسطة. والمبادئ، هنشرح الكلام ده، بهذا العلم ليست من أجزاء العلم بتمامها ضرورة دخول الحد وتصور الغاية وبيان الاستمداد فيها، مع أنها لا تكون من أجزاء العلم، اللي هي الحد وتصور الغاية ليست من أجزاء العلم. وإذا تقرر ذلك فموضوع أصول الفقه الأدلة السمعية من حيث دلالته على الأحكام المخصوصة وترجيح بعضها على بعض عند التعارض والاجتهاد والتقليد وما يتبعها. يبقى عرفتوا يعني ايه مبادئ؟ نرجع نعرف يعني ايه مبادئ. ولذلك يقول لك مبادئ كل علم ايه؟ 10. يبقى المبادئ عبارة عن ايه؟ عبارة عن ما يبنى عليه المسائل، عبارة عن تصورات وتصديقات، جزء متعلق بالتصورات وجزء متعلق بتصورات. يعني ايه؟ يعني مثلا تعريف اصول الفقه، تعريف الفقه، تعريف الواجب، تعريف المندوب، تعريف المباح، تعريف الحكم، تعريف السبب، تعريف الشرط، كل هذه تصورات، وجزء منها تصديقات. واخد بالك اللي هي بقى المسائل الايه؟ الكلية. قال: وهي تصورات وتصديقات. فالتصورات تصور موضوع ذلك العلم، هو موضوع العلم ايه بس نتصوره بقى، تصور موضوع ذلك العلم، يعني اتصور الادله الكليه، ما هو الكتاب، وما هي السنه، وما هو القياس، وما هو الاجماع، وما هو قول الصحابي، وما 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 الى اخره. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه تصور. والتصور جزء كبير في اصول الفقه، وهذا ايضا من مبادئ اصول الفقه. التصديقات هي المقدمات المسلمه التي تؤلف منها أو تألف منها ذلك العلم، مقدمات مسلمة. يعني إيه؟ يعني اتفقت عليها الأطراف، اتفق عليها الناس، يؤلف ويتركب منها دلائل ذلك العلم أو ينتهي إليها أو تنتهي الدلائل إليها. ده معنى من معاني المبادئ. وهناك معنى آخر للمبادئ. يبقى المبادئ عبارة عن تصورات وتصديقات. تصورات عرفنا، تصور العلم وتصور أجزاء الموضوع، أتصور مثل الأدلة وأتصور الحجية وأتصور أجزاء ذلك الدليل الذي قلت عنه بأنه حجة، وأتصور أعراضه الذاتية التي تلحقه لذاته، وهكذا. والتصديقات هي المقدمات المسلمة التي تؤلف منها دلائل ذلك العلم أو ينتهي إليها أو تنتهي إليها الدلائل. يعني إما هي القماشة التي تفصل منها هذه الدلائل، أو أن الدلائل تعود إليها. وقد تطلق المبادئ على معنى آخر أعم من هذا المعنى، وهو ايه؟ وهو عبارة عن ما يتوقف عليه الشروع في الفن او البحث عن المسائل. يعني حتى اشرع في هذا الفن، وحتى اقرأ، وحتى اطلع في ما هي الادوات التي تساعدني وتعينني على هذا، 1 2 3 4، يبقى هي ديت المبادئ. طيب، هي مسلمات، يعني مسلمات ده اسم مفعول، يعني واقع عليها التسليم، يعني ليست محل جدال بين الأطراف. أخذ بالك، مسلمة قضية مسلمة بيني وبينك، يعني إيه؟
يعني متفق على بدايتها بيني وبينك، وينبني بقى عليها بقى مسائل العلم بعد ذلك. يقول لك ومبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة نسبة والواضع وإلى آخره. هي العشر أبيات دي عندك هنا في الإبهاج ولا فين؟ هات كده المبادئ العشرة من الإبهاج. مفهوش المبادئ؟ الحد والموضوع ثم الثمرة نسبة. لا هتلاقي عندك انت، هات بس انت الباك. ايوه عن درجة حاز الشرف. لا قالت لي بقى الشرح هنا فيها. عندك حاجه في الاسنوي؟ يبقى فيه مفيش حاجه اسمها ما ظننت. الموضوع قال ايه؟ قال الادله السمعيه. قال فموضوعه هو ما يبحث فيه ذلك العلم من الاحوال العارضه له. ومسائله هي معرفة تلك الأحوال. فموضوع علم الطب مثلا هو برد الإنسان صح يبحث به عن الأمراض اللاحقة له. ومسائله هي معرفة تلك الأمراض، أعرف تلك الأمراض وكيفية علاجها. والعلم بالموضوع ليس داخلا في حقيقة ذلك العلم كما أوضحناه في بدن الإنسان. يعني جسم الإنسان مش داخله في علم الطب، مش جزء من علم الطب. علم الطب بيتكلم على الأدوية التي تعالج هذه البدن. ولذلك يقول لك والمبادئ بهذا المعنى ليس من أجزاء العلم بتمامها. وموضوع علم الأصول هو أدلة الفقه، لأنه يبحث فيه عن العوارض اللاحقة لها من كونها عامة وخاصة وأمرا ونهيا، وهذه الأشياء هي المسائل. وإذا كانت الأدلة هو موضوع هذا العلم فلا تكون من ماهيته. يبقى المسائل موضوع هذا العلم ليس، قول تاني كده. وإذا كانت الأدلة هو موضوع هذا العلم فلا تكون من ماهيته. إذا كانت الأدلة موضوع علم أصول الفقه فلا تكون من ماهية أصول الفقه. المعرفة عنها هي ماهيته. طب كمل بس. فإن قيل أهي سؤالك هي كمل. فإن قيل موضوع هذا العلم هو الأدلة الكلية من حيث دلالتها على الأحكام، وأما مسائله فهي معرفة الأدلة باعتبار ما يعرض لها من كونها عامة وخاصة وغير ذلك، وهذا هو الواقع في الحل. قلنا لا نسلم، بل الأول أيضا مذكور، فإنه المراد بقوله دلائل الفقه كما تقدم. ولن ترين احنا دخلنا فيه، احنا بنحاول نبعد وهو بيشدنا، ونبعد وهو يشدنا. قال ومسائله هي معرفة تلك الأحوال، فموضوع علم الطب مثلا هو بدن الإنسان، لأنه يبحث فيه أي في بدن الإنسان عن الأمراض اللاحقة لذلك البدن. ومسائله، مسائل بقى علم الطب مش بدن الإنسان، لا ده معرفة تلك الأمراض العوارض. فالعوارض خرجت عن
بدن الإنسان خرجت عن الموضوع، والعلم بالموضوع ليس داخلا في حقيقة ذلك العلم. ولذلك هنا لما عرف المبادئ بتعريفين عايز يمهد لإجابة عن السؤال ده. والعلم بالموضوع ليس داخلا في حقيقة ذلك العلم، يعني بدن الإنسان من حيث هو هو ليس هو موضوع علم الطب، ده بدن الإنسان من حيث هو هو ده من موضوع الفلسفة من حيث الوجود وإلى آخره، شيء موجود. لكن بدن الإنسان من حيث ما يعرض له من الأمراض ده هو موضوع علم الطب. أدلة الأصول الأدلة الكلية مطلقا كده لا، مش من علم، من مطلقا أدلة أصول الفقه أو الأدلة الكلية من حيث هي أدلة كلية ليست موضوع علم أصول الفقه، ولكن من حيث ما يعرض لها من صفات من كونها للحجية أو كونها عامة أو إلى آخره يبقى هو ده موضوع أصول الفقه. لكن هو عايز يفرق ما بين، عايز يقول لك إن الموضوع ليس مطلق الشيء، وإنما هو الشيء باعتبار آخر. يعني طب هقول لك أنا حاجة ألطف وأسهل من هذا، موضوع علم الطب إيه؟ مش مطلق بدل الإنسان، ولكن بدل الإنسان من حيث إنه يصح ويمرض، هذا هو موضوع علم الطب. طيب موضوع أصول الفقه هو الأدلة السمعية من حيث، ولذلك أنت شوف لما أنا كنت بشرح أقول لك من حيث، من حيث طب لو قلت أنا مثلا الأدلة مطلقا هكذا، لا الأدلة مطلقا الأدلة مطلقا، الأدلة الكلية مطلقا ليست هي موضوع أصول الفقه، وإنما موضوع أصول الفقه أدلة الفقه من حيث، يبقى لابد من ذكر الحيثية، وده اللي هو عايز يقوله لك هنا. والعلم بالموضوع مطلقا ليس داخلا في حقيقة ذلك العلم كما أوضحناه في بدن الإنسان. ارجع لبدن الإنسان، موضوع علم الطب مثلا هو بدن الإنسان لأنه يبحث فيه عن العوارض. انت حضرتك بتبحث في بدن الإنسان عن ايه؟ عن العوارض. طب انت بتبحث في الأدلة عن الايه؟ عن العوارض. يبقى الأدلة باعتبار تلك العوارض هي موضوع أصول الفقه، البدن من حيث ما يعرض له هو موضوع علم الطب، وموضوع علم الأصول هو أدلة الفقه لأنه يبحث فيه أي في العلم عن العوارض اللاحقة لها من كونها عامة أو خاصة أو أمرا أو نهيا، وهذه الأشياء هي المسائل اللي هو بقى الخصوصية، أن الخاص أن العام يخصص، وأن المطلق يقيد، وأن اللي هي الجملة مجموعها. وخلي بالك أن الموضوع طريق للمسألة وليس هو المسألة، الموضوع ده جزء. ولذلك لما أقول لك مثلا الكتاب حج دي مسألة، الكتاب حج دي مسألة، الموضوع فين؟ الكتاب من حيث أننا نبحث فيه عن ما يعرض له من حجية وغيره. طب وصف بقى الكتاب بالحجية، هي دي المسألة. ما هو مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم بالدليل، وأخبرك أقول لك طب وما دليلك على أن الكتاب حجة؟ تقول لي المعجزة. معايا؟ وإذا كانت الأدلة هي موضوع ذلك العلم فلا تكون من ماهيته على ما اتفقنا عليه، لأن العلم بالموضوع ليس داخلا في حقيقة ذلك العلم. وإذا كانت الأدلة هي موضوع هذا العلم فلا تكون الأدلة من ماهية أصول الفقه. فإن قيل، أنت بقى كده استدركت إزاي؟ ده أنت بتقول لي أصول الفقه أدلة الفقه،
وموضوع ما هو الموضوع حاجة تانية، الموضوع من حيث. فإن قيل موضوع هذا العلم هو الأدلة الكلية من حيث دلالتها على الأحكام، وأما مسائله فهي معرفة الأدلة، معرفة هذه الأدلة مع اعتبار ما يحصل لها من كونها عامة وخاصة وغير ذلك، وهذا هو الواقع في الحد. يبقى الواقع في الحد إيه؟ معرفة الأدلة باعتبار، يبقى الواقع في الحد هو يا مولانا معرفة الأدلة باعتبار ما يعرض لها من كونها عامة وخاصة، والواقع في الموضوع هو الأدلة الكلية من حيث دلالتها على الأحكام. طب والواقع في التعريف معرفة الأدلة باعتبار ما يعرض لها من كونها عامة وخاصة، لازم تبقى معاك الأدلة ومعاك العوارض معا، يبقى معرفة العوارض بالفعل. طب والواقع في الموضوع ده الأدلة من حيث مع هذه الحيثية. طب والواقع في الحد هو ثبوت تلك الحيثية في الواقع، زي مسألة الإيه؟ زي مسألة إن ده بالفعل وده بالقوة. هات لنا برضك الاعتراض ده من عندك، أصل هو إيه ما... وأما مسائله أهي، يبقى الواقع في الموضوع يا مولانا الواقع في التعريف المسائل. طب الموضوع، لا ده الموضوع هو الأدلة، الأدلة. طب واللي وقع في التعريف المسألة، وهذا هو الواقع في الحد. قلنا لا نسلم، بل الأول أيضا مذكور. معز يقول له برضك بل الأول اللي هو الموضوع مذكور بقوله دلائل الفقه، وما قاليش بقى من حيث ومش من حيث إلى آخره، وما زال الاعتراض بشأنه قائم. لا مش من مسائل العلم، ده من تصوراته، هذه دخلة في التصورات وليست دخلة في التصديقات. يعني مثلا تعريف الواجب، تعريف المندوب، تعريف المباح، دي دخلة في التصورات وليست دخلة في التصديقات. ستكون من ذات العلم؟ لا ليست من ذات العلم. طبعا، ولكنها ليست من ذات العلم. طيب احنا دخلنا بعد ذلك، احنا شرحنا متهيألي الفقه صح؟ الفقه من باب الظنون. اسيبها. لا شرحناه. شرحنا الفقه، وكنا الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية. احنا شرحناه باعتبار، وهو الآن مذكور باعتبار، يعني شرحناه باعتبار أنه واقع في التعريف المركب الإضافي. قال والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. لما ذكر في الفقه حد أصول الفقه احتاج إلى تعريفه، ما أنت ذكرت قلت أصول الفقه، طب ما هو الفقه؟ ما هو مش محتاج لي أصلا، يعني أنا عندي، أنا أرى إن هو غير محتاج أصلا للفقه في تعريفه. لماذا؟ لأنه هو نقل أصول الفقه من المركب الإضافي إلى العلمي إلى اللقب، فصار غير محتاج. زي مثلا بالظبط كده اهو، انت اسمك زياد،
طب قبل ما تتسمى بزياد، كلمة زياد دي كانت فيها ايه؟ فيها زيادة. طب بعد ما سميت أنت بزيادة ممكن أنت تبقى ناقص، مش زيادة. فبعد أن أطلق على الذات الجديدة لا علاقة له بما نقل منه، فهو مش محتاج أنه يعرف الفقه أصلا، لأنه لا يحتاج إلى تعريف الفقه، لأنه قد نقل هذه الكلمة وهي أصول الفقه من المركب الإضافي إلى اللقب وإلى العلمي. ولكن هم درجوا على هذا وصاروا على هذا الطريق. والفقه في اللغة كما ذكرنا قبل ذلك الفهم، والفقه بالكسر العلم بالشيء، والفهم له كما في لسان العرب والمصباح المنير يقول لك الفقه فيه فقه، فقه يعني ايه؟ يعني علم. يعني ايه؟ يعني فهم. يعني ايه؟ يعني فطنة. يقال فلان يفقه الخير والشر، يعني يفهم الخير ويفهم الشر. قال تعالى ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه كثيرا مما تقول. يعني ايه نفقه؟ يعني نفهم، يعني نفطن. وفي اصطلاح اهل الشرع ما ذكره وهو العلم نشرحه تاني تعريف الفقه، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم هو يا مشايخ الاعتقاد الجازم المطابق، طيب الاعتقاد الجازم، جزم يعني يخرج الظن والشك والوهم. ليه؟ لأن الظن ليس جازما، لأن في طرفين أحدهما أرجح من الثاني فما فيش جزم. طب والشك؟ في طرفين مستويين. طب والوهم؟ في طرف مرجوح وطرف راجح، والمراد هو الطرف المرجوح دون الطرف الراجح. بس هو الإدراك تعريفه بالإدراك غير دقيق. تقول التصديق المرجوح، ده تعريف ابن قاسم العبادي، ابن قاسم دقيق في مثل هذه المصطلحات. وتقول في الظن التصديق الراجح، وتقول في الشك التصديق المستوي، لأن الإدراك يتعلق بالتصور ويتعلق بالتصديق. إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وصف. وإن الظن والوهم والشك هذه متعلقة بالتصديقات لا بالتصورات. لكننا كنا لما نأتي نعرف بنعرف بس من قبيل يعني إيه التيسير على الطالب، لكن ابن القاسم بيقول لا، هو التصديق، التصديق الراجح، التصديق المستوي، التصديق المرجوح، واخد بالك؟ طيب وقوله مطابق يخرج الجهل، لأن الجهل غير مطابق، اعتقاد غير مطابق. يعني الفلاسفة اعتقدوا أن العالم قديم، العالم هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى قديم، وهذا غير مطابق أبدا، ولذلك هذا يسمى جهلا. قالوا المطابق الثابت، وبعضهم بدل ما يقول لك ثابت يقول لك ايه المطابق لدليل. واختار الامام السبكي تعريفه بقوله لموجب، لان اعتقاد المقلد غير ثابت. لما تقول الثابت طب ما ده يدخل فيه الاعتقاد، جميل. طب وأصلا اعتقاد المقلد ده غير ثابت، فقول أحسن لموجب، قول لي دليل أحسن يعني. واعلم أولا أن المعنى النفسي المتعلق بنسبة بين مفردين، ده يجي بقى نعرف بقى إيه تعريفات أخرى بس حلوة. واعلم أن المعنى النفسي المتعلق
أن المعنى النفسية المتعلقة بنسبة بين مفردين، يبقى أنا عندي مفردين وعندي نسبة ما بينهم وعندي معنى قلبي متعلق بتلك النسبة الحاصلة ما بين المفردين، مالها بقى؟ إن كان متصفا بالصفات الثلاث من الجزم والمطابقة والثبات يسمى يقينا وعلما. خلي بالك ليه؟ لأن هذا التأصيل سينفعك بعد ذلك في سؤال الفقه من باب الظنون. ضبط المصطلحات يهيئك بعد ذلك لفهم ما يأتي. فلما نقول لك يعني إيه علم؟ علم يعني تمييز لا يساوره شك ولا وهم ولا ظن، يعني في إيه؟ في جزم. فالمعنى النفسي الحاصل في النفس المتعلق بنسبة بين مفردين. ما هو الناس لما أقول لك إيه؟ زيد قائم. زيد ده مفرد وقائم ده مفرد وفي علاقة ما بينهم، نسبة ما بينهم، هذه النسبة متعلقة بنفسي داخل قلبي، واخد بالك؟ إما أن تكون على سبيل الجزم والمطابقة والثبات. جزم يعني إيه؟ يعني ما فيهاش نسبة 1%، أنا جازم وقاطع بتلك النسبة وهي ثبوت القيام لزيد لأنني رأيته. لا تأتي وتقول وليس بقائم، يا ولدي أنا رأيت أنه قائم، رأيته بعيني التي في رأسي قائم، وجزمت بقلبي وبنفسي بالنسبة الحاصلة بين القيام وبين زيد، وهو اتصاف زيد بذلك القيام، فهو جازم ومطابق لأنني رأيته، وثابت يعني لا أصل لا يتغير لأن الواقع لا يرتفع لأنه وقع، هذا الذي وقع ويتصف بالثبات والمطابقة والجزم يسمى يا مشايخ يسمى يقينا وعلما. طيب يبقى ما هو اليقين والعلم؟ تقول لي الذي يتصف بالجزم والمطابقة والثبات. نقول تاني اليقين والعلم يتصف بالجزم والمطابقة والثبات. طب إن كانت هذه النسبة وهي زيد، نسبة إثبات القيام لزيد مجزوم بها ومطابقة لكنها غير ثابتة، ممكن إن أنا أتشكك فيها لأنها حكيت لي بطريق يعني جزم قلبي بها ولكن يعني قابلة لي التشكك، قابلة لي التغير، قناعة نفسية. يسمى ما يقبل التشكيك تقليدا واعتقادا صحيحا. ليه؟ لأنه ممكن تاني يوم يتغير لأنه مش ثابت. ولذلك عندما تأتي للرواق في هذا اليوم وتخبر أصدقائك بأنك قد حضرت الدرس فحضورك للدرس نسبة، ونسبة متعلقة بنفسك وبذاتك، وهذه النسبة أنت جازم بها. اثنين مطابقة لأنك أدركتها بحواسك وثابتة لا تتغير لأنها واقع والواقع لا تغير ولا ارتفع. ما تجيش بقى اليوم الثاني تقول والله ما حضرتش درس الأصول لأنه ثبت ولا يمكن التشكيك فيه، لكن هناك نسب معتقدة. يعني واحد كان عنده بعض القناعات أو عنده
يعني جزم بنسبة، وهذه النسبة مطابقة، لكن هذه النسبة غير ثابتة، لأنه ممكن في اليوم الثاني يأتي ويغيرها، كمثل تقليد المسائل الفقهية. بيبقى عندك مثلا أنا كنت حنبلي وكنت جازم بالفقه الحنبلي ومعتقد بقلبي وكذلك معتقد المطابقة، لكنني غيرت المذهب، تغيير المذهب ده يبقى المذهب غير ثابت، الآراء غير ثابتة، وما كان غير ثابت ويقبل التشكيك يسمى تقليدا واعتقادا صحيحا. يبقى ما ليس بثابت ويقبل التشكيك والتغيير يسمى ايه؟ يسمى تقليد، ويسمى اعتقاد ولكنه اعتقاد سليم. وإن كان جازما غير مطابق كاعتقاد الفلاسفة قدم العالم هيسمى ايه؟ اعتقادا، لأنه عقيدة عمل قلب، فاسدا لأنه غير مطابق للواقع، ويسمى كذلك جهلا مركبا لأنه إدراك على غير ما هو عليه في الواقع ونفس الأمر. وإن كان غير جازم فإما أن يكون الغير جازم بقى، إما أن يكون أحد الطرفين رجح على الآخر، فالرجح بسميه إيه؟ بسميه ظن، والمرجوح بسميه إيه؟ بسميه وهم. طب والتساوي بسميهم إيه؟ بسميهم شك. فإن كان طرفيه راجح، فإن كان أحد طرفيه راجحا على الآخر يسمى الطرف الراجح ظنا، وده برضك في نوع من يعني المسامحة، لأن الطرف نفسه ما بيتسماش ظن، ده إدراكه يسمى هو ظن، والطرف المرجوح يسمى وهم. ولكن خدها كده بإيه؟ بكل بساطة، وإن لم يكن أحد طرفيه راجحا على الآخر يعني الأطراف مستوية فيسمى شك. ولا يمكن حد نوع من العلم إلا بذكر متعلقه، ده كلام بقى آخر يعني ما أقدرش أحد حاجة إلا لما أذكر متعلقها. أقول العلم بالأحكام، معرفة الأدلة، طيب بعد ذلك بقى في ايه بقى؟ يبقى العلم وفي بقى تعريفاتها والاحكام. بعد ذلك اما ان تدرك الاحكام، اما ان تدرك بالعقل، يعني يكون يعني بنقول بقى معرفة او العلم بالاحكام. يبقى عرفنا يعني ايه علم. العلم فيه كم صفة؟ الجزم المطابقة والثبات، ما بيتغيرش. إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل لا يقبل النقيض، هو ده العلم. طيب نعيد تاني. يبقى هو وإن كان جازما، يبقى إيه؟ إن كان الإدراك جازما وكان مطابقا غير أنه غير ثابت، يعني إيه غير ثابت؟ يعني يقبل التشكيك. هذا الإدراك الجازم المطابق غير الثابت بما يسمى، لا يسمى علما وإنما يسمى تقليدا واعتقادا صحيحا. ده كلام جديد يعني جايبينه من أحد المخطوطات القديمة. وإن كان الإدراك جازما غير مطابق هيسمى اعتقاد فاسد وجهل مركب كمان. نقول تاني ولا كده خلاص؟ اعتقاد فاسد
نعم سيدي، مش انا، انا فاسدا يا سيدي؟ اعتقادا فاسدا، نعم. وفساد الإيلان غير مطابق، غير مطابق لما عند الله سبحانه وتعالى، وجهلا مركبا ليه؟ لأنه إدراك مخالف للواقع ونفس الأمر، وصاحبه لا يعلم أنه هو مخالف للواقع ونفس الأمر. نكمل. والأحكام إما أن تدرك بالعقل فتسمى أحكام عقلية، يبقى إذا أدركت الأحكام كان طريق إدراكها، كان طريق إدراك الأحكام العقل، تسمى تلك الأحكام التي كان طريق إدراكها العقل أحكام عقلية، كالحكم بأن النفي والإثبات لا يجتمعان. أقول زيد قائم، زيد لا قائم، ما ينفعش، لا يجتمع النفي والإثبات في آن واحد من جهة واحدة. وإما أن تدرك الأحكام بالشرع، يعني يتوقف إدراكها على وجود الشرع، فتسمى تلك الأحكام أحكام شرعية، وهي متعلقة بعلم، وهي الأحكام العلمية. يبقى الشرعية نوعين، دينية كبرى اللي احنا بنسميها العقائد، وغير دينية كبرى احنا بنسميها المعاملات اللي هو الفقه. يبقى إما أن تكون متعلقة بعلم، يعني تلك الأحكام إما أن تكون متعلقة بكيفية عمل أو كيفية علم، فإن كانت متعلقة بكيفية علم هتبقى عقائد، إن كانت متعلقة بكيفية عمل هتسمى فروع وأحكام، وتسمى أحكام أصولية أيضا، لأن العلم أصل العمل أو متعلقة بعمل. يبقى هي إما متعلقة بعلم وإما متعلقة بعمل. متعلقة بعلم هتسمى إيه؟ علمية. ما هيأتي بعد كده عندك في التعريف إيه؟ العلم بالأحكام العملية مقابلها إيه؟ العلمية. العلمية نسبة للعلم، لأننا قد تعبدنا فيها بالعلم وهذه تعبدنا فيها بالعمل. فإن كانت الأحكام متعلقة بالعلم هتتسمى علمية، متعلقة بالعمل تسمى عملية. وهنا في حتة كده البناني قالها بس لطيف، لأن العلم أصل العمل. ما هو كيف يعمل الإنسان بدون أن يعلم؟ يبقى العلم قبل إيه؟ قبل العمل. أو متعلقة بعمل وهي الأحكام العملية، وتسمى أيضا أحكام فرعية. ليه؟ لأن العمل فرع العلم. اعلم ثم اعمل. والعملية إما أن تكون مشهورة معلومة لكل مكلف، كل واحد من المكلفين يعلمها، مثل وجوب الصلوات الخمس، وهي التي تسمى بالبديهية. يبقى دي أحكام بديهية لأن جميع المكلفين يعلمونها. وهي الكسبية. والكسبية إن كانت من دليل تفصيلي فهي الأحكام الفقهية، وإن كانت من دليل يعني حاصلة بسبب دليل تفصيلي تبقى الأحكام الإيه؟ التفصيلية الفقهية، وإن كانت من دليل يعني كلي تسمى الأحكام التقليدية. جديد برضك الكلام ده. إذا تقررت هذه المقدمات فنعود إلى ما يرجع بألفاظ الكتاب، فنقول العلم جنس دخل فيه سائر العلوم. يبقى علم، العلم علم ايه؟ فقه، اصول، لغة، منطق، جدل، الى اخره.
قوله بالأحكام أي المتعلق بالأحكام، يعني العلم المتعلق بالأحكام أو المحيط بالأحكام. خرج به العلم بالذوات كالعلم المتعلق بذات زيد وبذات عمرو، والصفات كالبياض والسواد، والأفعال خرج كذلك، والشرعية خرج به الأحكام العقلية التي تدرك عن طريق العقل الشرعية، والعملية خرج بها الأحكام العلمية التي تتعلق ب يعني كيفية علم لا كيفية عمل، أي المتعلقة بمجرد الاعتقاد كالعلم بكون الإله واحد أو أن الكتاب حجة. المكتسب احترز به عن الأحكام المشهورة التي يعرفها كل أحد كالعلم بوجوب الصلوات الخمس وحرمة الخمر، وكذلك علم الله لأنه ليس مكتسب، لأن الاكتساب معناه حدوث بعد أن لم يكن، وعلم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأنه ليس مكتسبا وإنما هو بما يلقيه الله سبحانه وتعالى في نفسه أو بوسائل إيصال العلم إلى سيد السادات صلى الله عليه وآله وسلم، وهي متعددة. وقوله من أدلتها التفصيلية احترز عن علم بالأحكام التقليدية لأن علم المقلد إنما أخذه من دليل إجمالي وهو ما يخبره به المجتهد، فإنه مكتسب من الأدلة الإجمالية لأن المقلد إذا علم أن المفتي أفتى بهذا الحكم يعلم المقلد أن ما أفتى به المفتي إنما كان هو لدليل، وكل ما أفتى به المفتي لدليل فهو حكم الله في حقه. يعني بطريقة بسيطة كده، المقلد وضع الإمام هو الدليل، وهذان العلمان يعني ماشي هيكمل بقى كلام آخر. طيب خلصنا كده من تعريف الفقه، وهذان العلمان يستلزمان العلم بأن كل حكم الله تعالى فيه. طيب ماشي، لم يتكلم يعني عن المقدمة التي أوصلت إلى أن المقلد علمه علم إجمالي مش علم تفصيلي، لأنه في النهاية خرج بقاعدة وهو أن كل ما يفتيه به المفتي فهو حق وهو حكم الله في حقه، ولكن هذه مرتبة على يعني مقدمات. إيه هي بقى المقدمات؟ أن حكم الله أن الحكم ما أفتى به المفتي لمعنى، وكل ما أفتى به المفتي لمعنى فهو حكم الله في حقه، فما إلى آخره. طيب بعد كده وليس هذا لا يسمى طبعا علم المقلد فقه لأنه ليس مكتسبا من الأدلة التفصيلية وإنما اكتسب من أدلة إجمالية، وإن كان مستندا إلى علم المفتي، بس علم المفتي بقى اللي أفتاه، علم المجتهد الذي يعني علمه تلك الأحكام لا، ده علم المجتهد ده مستفاد من الأدلة التفصيلية، وأما علم المقلد فمستفاد من ذلك الشخص الكلي بالنسبة له. والمراد من العلم بالأحكام العلم بالتصديق بكونها متعلقة بأفعال المكلفين على وجه خاص، مش العلم معناه أنه أنت تتصورها، لا، العلم معناه أنك أنت تصدق بكونها متعلقة بالمكلف على وجه مخصوص، كالعلم بأن شرب النبيذ حرام وأن البيع حلال وغير ذلك، لا مجرد أن أنت تتصور هذا
وإنما المراد إن حضرتك يعني تعلم علما تصديقيا متعلقا بصورة معينة. والمراد من العلم بالأحكام العلم التصديقي مش العلم التصوري، لا مجرد تصور تلك الأحكام بأن شرب النبيذ حرام، مش تتصور النبيذ وتتصور الحرمة وتقول خلاص أنا كده علمت، لا. فإن مجرد تصور هذا من مبادئ أصول الفقه أو من مبادئ الفقه، لأن أنت تتكلم على الفقه مش أصول الفقه. تصور الأحكام يعني تصور الحل وتصور الحرمة، فإن مجرد تصور الحل أو تصور الحرمة هذا من أصول الفقه وليس من الفقه. ولا التصديق بثبوتها في أنفسها، هل يا ترى بقى الأحكام ديت والوجوب ده ثابت في نفسه؟ طب هل يا ترى الحرمة دي ثابتة في نفسها في كتاب الله وهي آية من آيات كتاب الله ولا لا؟ ده بقى تروح بقى إلى علم العقيدة. طيب خلصنا من التعريف، عندك حاجة مولانا عايز تقول ايه؟ قول. طب قولها الحتة دي من عندك من الإسنوي، ده احنا عندنا المود او النهضة على الطلبة. قال رحمه الله: والباب في قوله بالأحكام يجوز أن تكون متعلقة بالمحذوف أي العلم المتعلق بالأحكام، والمراد بتعلق العلم هنا بها التصديق بكيفية تعلقها بأفعال المكلفين. التصديق بكيفية تعلقها بأفعال المكلفين. لأن أنت عندك ثلاث حاجات: التصديق بكيفية تعلقها وتصورها والتصديق بثبوتها في نفسها. ثلاث حاجات. هي إيه بقى من الثلاثة دول؟ التصديق بكيفية تعلقها بأفعال المكلفين على وجه مخصوص. يعني مثلا الوتر مندوب، انت عارف مين بقى اللي يوضح لك القضية دي؟ في جملة موجودة في البناني اشرح لك الحدوتة دي، بس كمل. والمراد بتعلق العلم بها التصديق بكيفية تعلقها بأفعال المكلفين كقولنا المساقات جائزة. أيوة أهو المثال بقى، هو الإسنوي حلها بالمثال. لا العلم بتصورها، لا مش العلم بتصور جواز المساقاة. فإنه من مبادئ أصول الفقه اللي هو إيه؟ اللي هو تصور الوجوب وتصور الحرام وإلى آخره. فإن الأصولية لابد أن يتصور الأحكام كما سيأتي. صحيح. ولا التصديق بثبوتها في أنفسها. صحيح، بثبوت أدلتها، لأن ده تابع إلى يعني علم العقيدة، لأن إما أن تكون آية من آيات الله أو خبرا متواترا وإلى آخره، وهل ده حجة ولا مش حجة ده كلام آخر. ولا التصديق بتعلقها فإنهما من علم الكلام. صحيح، ثبوتها في نفسها. وهل بقى الأدلة دي متعلقة بالمكلف ولا غير متعلقة بالمكلف ده شيء تاني، وهل هذا من قبيل المكلفين أو ليس من قبيل المكلفين دي قضية تانية خالص. لكن اللي معانا ايه بقى؟ لا، ده التصديق بتعلقها بفعل المكلف على هيئة مخصوصة. طيب بارك الله فيكم.